مش عايز انا اجي الكباريه؟ ها ماشي براحتك، لو مش عايزه تشوفي وشي ولا خلقتي كمان براحتك. ما انت شكلك بتتهربي مني. اسمعي انا مش هكلمك تاني، لو عايزه تشوفيني تبقي بعتيلي مرسال. يلا مع السلامه. مع السلامه. جميل واسمر، جميل واسمر، بيتمخدر بيتمخدر، شغل قلبي بكم نظرة بكم نظرة، بيقول سكر من السكر 200 مرة. أحلى تحية لكم السمن ورجال أعمالكم السمن والباشا سالم بشندي منورنا. جميل واسمر وطبعه عنيد، اقرب له يروح لبعيد. جميل واسمر وطبعه عنيد، اقرب له يروح لبعيد. بيوعدني ومالوش مواعيد، ويوم ما يجيني اتاخر. بيقول سكر بقول اكتر من السكر، السكر 200 مرة. جميل واسمر لكن قاسي، بيسقيني مرار كاسي، ولا بيعذر ولا يواسي، ولا بيعذر ولا يقدر. بيقول سكر بقول اكتر من السكر 200 مرة. خش يا روحي. انت عارف مين اللي هيتجنن عشان ياخد معاك ويشوفني فيه؟ هيكون مين يعني؟ فتحي. فتحي؟ لسه في عمار بينك وبين الواد ده؟ انت في حد جاي لك؟ لا مفيش حد اصلا يعرف طريق الشقه دي غير مجدي صاحبي. ما يمكن يكون هو. لا مجدي مسافر وجاي اخر الشهر. استني شوف يمكن يكون حد غلط في الشقه ولا حاجه. فتحي بيه؟ ازيك يا واد يا سالم؟ اهلا 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 اهلا. انت مش اتطردتي من هنا قبل كده؟ اما صحيح ما عندكيش كرامة. لا بتتهربي مني انا عشان الواد ده. انت ايه اللي جابك ورانا؟ ده انتوا اللي جايين ورايا. حبيت بس اجي افتكر الايام الحلوة وانتي مرمية في حضني وسالم مرمي تحت رجلي بكراسة الحجارة. ها لسه بتعرف تكرس ولا ايدك نعمت يا سالم؟ ما تخلص بقى وما تخنقنيش. لازم تعرف يا حبيبي ان الواد اللي كان بيقعد تحت رجليك ده قام وشد ووقف على حيله، ودلوقتي بقى عنده 1,000,000 صبي بيعملوا له 1,000 حساب. ولولا انك في بيتي انا كنت بعترت كرامتك وهزقتك وخليت اللي ما يشتري يتفرج عليك. ايوه كده يا فندم، دافع عن نفسك ونديك كلمه دي له 10. اخرسي يا فجره يا المامه. ما تتقل بقى. على فكره كلامك ده لا ياكل ولا يصرف معايا. الست دي معايا يعني في حمايتي وتخصني، واذا كنت استحملت كلامك الرزل وطولة لسانك فالحد كده وكفايه يا حبيبي، بدل ما هزقك وبعطر كرامتك وخليك ما تسواش 3 تعريفه. تهزق مين يالا؟ انت هتنسى نفسك يا سالم ولا ايه؟ اتلم. اعلى مفخلك اركبه بس اوعى تقع من فوقيه. يلا يا اخويا. يلا حبيبي يلا، ورانا قعده انس وفرفشه، ما احناش ناقصينك. كان نفسي تسيبك من العنطازة دي وتعرف اني بقيت زي زيك، كنت وصلتك لغاية الباب برجلي. بس ما تستاهلهاش يا فتحي. برا برا برا. حتى تمن الرصاصة ما تستاهلهوش، بس وحياة اختك ده ندمك يا سالم. السلامة يا حيلة امك. برافو عليك يا واد يا سالم، عرفت تدوهم. ايه حكاية واد معاك دي يا بنت؟
انا مش مالي عينيك ولا ايه؟ ده انا المعلم سالم على سن ورمح، كوم السمن كلها تعمل لي مليون حساب من كبيرها لصغيرها. انت زعلت يا ننوس؟ ده انا بدلعك يا واد. برضه هتقول لي يا واد تاني؟ حقك عليا يا سالم، يا سالم بيه. لا يا حلو، بعد كده ما يتقاليش غير المعلم سالم. ويلا يلا عشان تقومي تهزلنا شويه، عايزين شويه فرفشه ورقص لغايه الصبح. يلا. عينيا. سلمت عينيكي. ماشي يا فتحي، ماشي يا حالة أمك. ست بهيجة يا ست بهيجة، العربية جت. طب يا بنت بودني الأرنب دي، ودي أذانهم. أيوة يا ست أم فتحي، عايزة حاجة أجيبها لك؟ ما تخليش إبراهيم يطلع، خده وديه على المغلق عشان جده عايزه. بس إبراهيم عايز يدخل في حمام. خلاص خليه يطلع يعمل هنا زي الناس وبعد كده أبقى أوديه. السلام عليكم. هذا يا ولد فين؟ سلام على الله. فين؟ دخلتوا ايه؟ اصل ابراهيم كان عايز يخش الحمام وسته صممت ان هو ياكل السندوتشات. الحمام بقى ليه غور، امشي. على اذنك يا معلم. تعال. انا قلقت عليك يا ابني. ده انا كنت هكلم المدرسه عشان اسال عليك. تاخرت قوي، خلي بالك من نفسك يا ابراهيم. قول لي حبيبي، عايز اطمن عليك. انت كويس في المدرسه؟ يعني ايه جدا؟ يعني لو المدرسه مثلا اديت لك سؤال في الحساب بتعرف تجاوب عليه؟ ساعات. ساعات؟ والساعات التانية ايه، بتبقى حمار ولا ايه؟ اسمع عاد انت. انا مش واد، انا اسمي ابراهيم. يا سلام، ده ايه الانعارة دي؟ طب بالك يا ابراهيم افندي، لو حد اشتكى منك انا هعمل فيك ايه؟ هتعمل ايه يا سجدو؟ هعمل ايه؟ ده انا هديك فوق دماغك. مش هتقدر. مش هقدر. مش حاضر الزقالة. عشان ست بتقول ان انت بتحبني. اه يا ابن فتحي، والله غلبتني انا. تعال يا ابراهيم، انا بحبك يا ولد، انا بحبك وبخاف عليك، خلي بالك من نفسك. يا مرحبا. اهلا 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 حاج بيومي. مرحبا بك يا حاج. الحقيقه انا ابو النواس كلمني عنك كتير قوي، وانا رجالة ما بقولوا حاجه بصدقهم. كلمني عن جدعنتك وعن شهامتك وعن رجولتك، عشان كده انا قلت مفيش احسن منك يبني لي الفيلا اللي انا ناوي ابنيها ان شاء الله. ولا تحت امرك يا حاج، من عيني دي قبل عيني دي. بس الحقيقه يا معلم برضو انا كان بلغني انك متجوز الست ورده انت بشندي، عشان كده انا قلقت منك شويه. قلقت ليه؟ خير يا حاج؟ انا ما اخبيش عليك، انا كان في ضديات بيني وبين ابوها واخواتها، وخايف لما تعرف انك بتشتغل معايا تعمل لك مشاكل. لا اطمن من الحياة يا حاج، هي ملهاش دعوة بشغلي خالص. ويا ريت ما تاخدش خبر انك بتشتغل معايا من اساسه. كلام الحاج مظبوط يا بيومي، واللي اوله شرط اخره ايه؟ نور باذن الله. الله ينور عليك. انما انا كان بلغني ان اخوها دخل في الشم لغاية ما ربنا افتكره. ما فضلش غير اخوها سالم. اهو اخوها سالم ده هو اس الفساد. بالك الست وردة دي لو اتربت بعيد عن ابوها واخواتها كانت بقت حاجة غير كده خالص. تصدق يا حاج ان ده نفسه اللي انا كنت بفكر فيه. وان انت فكر ايه؟ الحاج عارف كل حاجة. ما تنساش يا حاج بيومي، شغلك مع الحاج هينور لك مخك، فتح لك سكك. وانا تحت امر الحاج، وانا والله استبشرت خير بالشغلانه دي. ربنا يقدم اللي فيه الخير ان شاء الله. الا لما اخذ يا حاج، الارض دي فين؟ بيني وبينك يا معلم انا قدامي ثلاث حتت اراضي، عشان كده هاخدك معايا ونختار احسن واحده فيهم نبني بيها الفيلا. وما تقلقش من ناحيه الفلوس، المبلغ اللي هتطلبه ما دام في حدود المعقول مش هنختلف عليه. لا ان شاء الله مش هيبقى فيه اي خلاف بيننا. ربنا يديم المعروف. على قول ابو النواس، ربنا يديم المعروف ان شاء الله يا ابني. اسمع يالا، انا عايزك تجيب لي كام راجل كده يكونوا جامدين بيفهموا عندهم خبره. عشان ايه يا باشا؟ انت ما تسالش.
انت بتنفذ اللي بقول لك عليه وخلاص، انت فاهم ولا لا؟ يا باشا عشان يعملوا لك طلبك في المظبوط. عايزهم يضربوا واحده يكسروها، عايزها تتكسح مش عايزها تعرف تقف على رجليها تاني. ماشي يا باشا، ولو عايزنا ننهي عليها هننهي. لا انا مش عايزها تموت، البت دي لو ماتت هتستريح وانا مش عايزها تستريح. البت دي عايزها تتكسر، مش عايزها تعرف ترقص تاني عشان تعرف مين هو فتح العقاد. نفعت فيه التربية ظالم يا غزال، حسنك كتال ظالم يا غزال ظالم. متر متر أمر يا سالم بيه. يا سوزي ما رقصتش ليه الليلة؟ سوزي هو سعادتك ما تعرفش؟ لا ما اعرفش ليه. الست سوزي في المستشفى. أنا مستشفى الحقيقه ما اعرفش يا فندم. ما اعرفش واسع واسع صعب. ده الحجر وراك خلاص بقى، كفايه يا ست. كفايه في عينك، انا لازم تشربهم عشان عضلاتك تكبر. تصدق فكرتني بابوك كان بينط كده من على الكنبه. اقعد اقعد عشان خاطري. اشرب دول بقى. خلاص بقى مش قادر يا ست. ما تدينيش ظهرك يا واد، هتشرب دول يعني هتشرب دول. امسك. برافو عليك. انا عايز اسالك سؤال يا ست. اسال يا نينا. عين ستك عايز تسال في ايه؟ هي ماما فين؟ ماما ميساء في البيت، ما انت عارف. انا مش عارف حاجه. طب انت عايز تعرف ايه يعني؟ ماما ميساء تبقى مامتي. طبعا ماما ميساء تبقى مامتك. امال يا واد هتبقى مامتي انا؟ انا مش حاسه ان هي بتحبني. امال انا مش قاعد معاها زي كل الاولاد ما بيقعدوا مع مامتهم. عشان يا حبيبي انا وجدك بنحبك قوي وما نقدرش نستغنى عنك، عشان كده انت قاعد معانا. يعني انت يا ستو تبقي ماما وجده يبقى بابا؟ لا يا حبيبي انا ستك وبس. يعني مامتك تبقى ميسة وباباك يبقى فتحي. قولي هو انت عايز تروح تقعد معاهم؟ لا يا ستو، انا بحبكم قوي وعايز اقعد معاك. واحنا كمان يا ابراهيم بنحبك قوي ما نقدرش نستغنى عنك يا حبيبي. مش انا يا واد بجيب لك الحاجات الحلوه؟ ايه الرغي النهارده ده؟ يلا خد البق بقى اهم. مين اللي عمل فيكي كده يا سوزي؟ ما فيش غيره هو اللي عمل كده. هو مين ده؟ المجرم فتح العقاد. الواد ده عايز مني ايه؟ هو ايه؟ مفيش نسوان غيرك في البلد؟ قصدي يعني هو بيحبك للدرجه دي؟ هو طول عمره كده ما بيحبش حد ياخد حاجه منه. مين ده اللي ما بيحبش حد ياخد منه حاجه؟ لو كان كده كان غدر عليا من زمان قوي. وانت فاكر انه هيسيبك؟ خلي بالك منه يا سالم. طب يبقى يوريني كده. مش كل الطير اللي يتاكل لحمه يا سوزي، وانا دلوقتي بقى لحم مر، وفتحي ده بالنسبه لي عيل سيس ملوش لازمه. انا قلت لك وانت حر شفت عمل فيا ايه. انا مش هقدر ارقص تاني بعد كده. متعيطيش كده، بكره ان شاء الله هتقومي بألف سلامه تبقي زي الفل.
بيت ابويا يا سوزي. انا عندي استعداد اسفرك بره ورجعك احسن من الاول. كتر خيرك يا سالم، انت دايما معايا شهم، وانا خلاص دلوقتي ماليش حد غيرك يا بنت. هو يعني قبل كده كان في حد غيري؟ اهلا يا اهلا بالحاجه، ده ايه النور ده؟ وانا اقول برضه وحشتيني، وحشتيني قوي يا واد. بطل اوانطه، لو انا وحشتك صحيح كنت رفعتي سمعتي التليفون وسالت عليا، وبعدين تعالى هنا وانا هنط لكم كل شويه. مش انا يا واد كنت عندكم اخر الشهر اللي فات؟ ما معقوله، معقوله يا اما في ام بتحب ابنها تزوره مره واحده في الشهر؟ ده اللي يسمعك بتقول كده يقول انك بتقعد في البيت على طول. دي المره اللي فاتت طنط فضلت قاعده مستنياك انك ترجع البيت، ما رجعتش. انت ايه بتسخنيه عليا ولا ايه؟ انا كان عندي شغل، وبعدين يعني مادام انت ذكيه قوي كده ليه ما كلمتنيش وقلت لي انها هنا عشان اسيب اللي في ايدي واجي جري؟ انت يا ريتك يا فتحي دايما بتفهم في الواجب كده. سيبك منها يا عم، سيبك منها. بقول لك ايه، انت هتقعدي بقى تتغدي معانا النهارده؟ ها هطلع كده غير هدومي، هروح اضرب مشوار سريع وارجع تاني. هتقعدي تتغدي يا ام. شايفه يا طنط اهو على طول كده. مش كده يا ميسه يا بنتي، يو خدي خلقك شويه يا واد يا فتحي. وانا جاي اكل ولا اشرب؟ انا اللي جايبني هنا الشديد القوي. الواد ابراهيم ابنك. ابراهيم؟ ماله ابراهيم يا ام؟ الواد يا ضنايا مفيش في بقه اليومين دول غير مين امي الحقيقيه، مين امي الحقيقيه. وانا كل اللي عليا بهدي وباخده في حضني، اقول له يا حبيبي امك تبقى ميسه هي اللي مخلفاك، يقول لي لا يا ستي دي مش امي ابدا، دي ما بتاخدنيش في حضنها ولا بتطبطب عليا ولا بحس بحنيتها ابدا. شايفه؟ شايفه عمايلك يا هانم؟ يا ابني يا حبيبي انا كل قلقي ان الحاج ابراهيم يسمع الواد بيقول الكلام ده يشخط فيه ولا يزعله. الواد يا ضنايا يتقهر. لا يا امه، حاج ايه اللي يزعله؟ ده بيموت فيه. ايوه يا حبيبي. الله، ما كل خوف ابوك، ما انت عارف ان الواد يعرف مين امه الحقيقيه. ما احنا كلنا لمؤاخذه كان عشمنا كبير في ميسه ان يتعامل الواد معامله كويسه ويا كبدي تدي له ريق حلو. انا عايز افهم، انت ليه ما بتقعديش تتكلمي مع الولد؟ ليه ما بتجيبوش هنا يعيش معانا؟ طبعا ما انت مش فاضية، خلاص حياتك بقت كلها سهرات وحفلات وعزومات. هو انا يعني كنت قلت له ما يجيش؟ مش عارفة تتعامل معايا انك ام؟ طبعا هتجيب الاحساس ده منين؟ ده انت حتى الخلفة مش عارفة تخلفيها. هنبتدي بقى في الكلام اللي يفور الدم. لا بقول لكم ايه، انا ما بحبش الزعيق كده. اوعى يا واد، عشان خاطري يا حبيبتي عامل الواد معاملة كويسة وحسسينك ام. يو يا بنتي، هو احنا مش كنا متفقين على كده؟ اوعي اوعي تقولي البني ادم ان ابراهيم ده مش ابنك. يا اختي ده كان الحاج ابراهيم جاب عليها وطيها. خلاص اطمنوا، اي حد هيسالني عن ابراهيم هقول طبعا ابراهيم ابني، اهو يبقى اسمي خلفته وخلاص. يو جرائيه ميسه يا بنتي، لا انت مش ناويه تخلفي من فتح ابني ولا ايه؟ انت يا ابني فين البضاعه اللي انا طالبها بقالي شهر؟ ايوه بقالي شهر، 10 تلفزيونات 21 بوصه و30 تلفزيون 29 بوصه وحوالي 15 مروحه سقف. يا عم حرام عليك، انا كل يوم بيجي لي زباين للحاجات دي وما بيلاقوهاش. انت كده بتلعب في رزقي. اسمع، بكره لازم الاقي البضاعه دي عندي، ماليش فيه اتصرف. طلع 10 عربيات من عندك ابعتهم على المعارض بتوعي بكره. انت سامع ولا مش سامع؟ ايوه طبعا حاسب لك فلوس، هبعت المندوب بتاعي. عارف لو البضاعه دي ما جاتش بكره؟ بن عليا ويا
ازيك يا هانم؟ نورت المحل. انت فتحته تاني؟ ده محل جديد، ظاهر انك نسيتي المحل القديم. ليك حق، ما انا عملت نفس الديكورات. عشان كده ما خدتش بالي، كل حاجه اتغيرت. ازيك يا ورد؟ احسن منك. ايه بتبصلي كده ليه؟ تكونش لسه بتحبني؟ اللي بيحب قوي يعرفش يكره بعد العمر ده كله؟ بعد كل اللي حصل بينا؟ بعد العمر ده كله، بعد كل اللي حصل ما بينا، هو ده الحب يا ورد؟ ولو الحب هو في نظرك كده، امال العداوة يبقى شكلها ايه؟ بنتكلم قدام الناس. ها اتفضلي اتفضلي يا هل، اتفضلي يا عودي. انا عمري ما اعتبرتك عدوه، حتى لما اذيتيني، لما حرقتي المغلق انتي واخواتك، ولما سرقتي البضاعة بتاعتي برضو، عمري ما اعتبرتك عدوة، وعمري ما كرهتك. وانت ايه اللي عرفك بقى ان انا كنت ورا كل اللي حصل لك ده؟ عشان بحب. احنا لما سيبنا بعض، لو كنت سبتيني في حالي ما كنتيش اذيتيني، كنت ساعتها احس انك ما بقيتيش تحبيني، كنت هزعل اوي. يعني انت ما بتزعلش لما انا باذيك؟ عشان هرد لك الأذية. بس ما قدرتش لحد دلوقتي يا فتى. مش يمكن انت المرة الوحيدة اللي قدرت تأذيني فيها فعلا لما خطفت ابني وقتلته. انا ماليش ايد في اللي حصل، ماليش ذنب. في اب يقتل ابنه بايده؟ امال مين اللي قتله؟ برعي. برعي؟ ايوه برعي. برعي اللي ضحك عليكي وبعد كده اتجوزك. الله يسامحه بقى، اهو زمانه دلوقتي مرمي في السجن بياخد جزاؤه. عرفتي بقى اللي انا مظلوم؟ انت اللي ظلمت نفسك. ايه عاجبك؟ كلمه عجباني دي صغيره قوي على اللي في جوايا حقيقي. وبعدين مش عارف. يا فتحي، انت ناسي ان انا ست متجوزه وانت كمان راجل متجوز؟ اللي انت بتقوليه ده اكبر دليل على انك لسه بتحبيني. تفتكر كده؟ انت ايه رايك؟ رايي ان انت واثق من نفسك قوي زياده عن اللزوم يا فتحي.
انت عارفه بقالنا قد ايه قاعدين بنتكلم؟ يوه الوقت سرقني، نسيت بقى ان انا زبونه وجايه اشتري. بس يا خساره ما لقيتش عندك في المحل حاجه تستاهل اشتريها. مش يمكن المره اللي جايه تلاقي حاجه تعجبك؟ وانت فاكر ان في مره جايه؟ اللي يخليكي تيجي هنا مره هيخليكي تيجي تاني. تكلمي حقيقي؟ ياه، وهو الكلام ده فيه ضحك يا حاج؟ وحياتك حبلة. طب الحمد لله. المهم هي عاملة ايه؟ اخبارها ايه؟ صحتها ايه؟ هي كويسة والحمد لله، بس الدكتور لما اخذ قال لها تقعد في السرير. تقعد في السرير؟ ليه، هي تعبانة؟ لا يا حاج، عشان دي اول بطني يا اخويا وبكرية، فهو خايف بس على العيل. الف حمد وشكر ليك يا رب، الف حمد وشكر ليك. انا هتبع عجلي مفرقوا على الغلابة، وما تولد ان شاء الله حد عجلين. ربنا يخليك لينا يا حاج ابراهيم. بس قولي لي يا بهيجه، هي البت دي لسه بتشتغل بايديها كل حاجه في البيت ولا ما حد بيساعدها يعني؟ لا يا اخويا ما فيش حد بيساعدها، وهي لازم تستريح زي ما الدكتور قال. طبعا البت لازم ترتاح، ابعت لها حد من عندك، سيبوها ترتاح كده تبقى ملكه زي امها لغايه ما ربنا يتاحها بالسلامه ان شاء الله. ربنا يخليك لينا يا حاج، وما يحرمنا منك ابدا. وايه لازمه الشغاله ومصاريفها؟ ما انا بعرف اعمل كل حاجه، وحتى مرات البواب بتطلع تكنس وتمسح الشقه. حبيبتي انت لازم ترتاحي تماما زي الدكتور ما قالك. الدكاتره دول بيهولوا. مروه ما تعرضنيش، وبعدين احنا دلوقتي نقدر نجيب شغال. هي انا هتكلفنا كام؟ لا هتكلفنا كتير، الشغالات دلوقتي مش زي زمان. ولو على العموم بابا كلمني وبارك لي وقال لي هيبعت لنا شغاله وهيتكفل هو باجرتها. اهدي بقى، انا مش موافق عليها خالص. ليه بس يا حبيبي؟ ليه يعني؟ هو انا مش هقدر ادفع اجره الشغاله؟ اخص عليك يا حبيبي، ما تفهمهاش كده. هي ما تتفهمش غير كده. على العموم اشكري بابا، من بكره هيكون عندك شغاله. طول عمرك دماغك ناشفه. خش. ما تنطقي يا بت، انا هفضل طول اليوم اتحايل عليك اروح امك ولا ايه؟ احلف لك بايه يا ست ورده، ما حدش وزني على المعلم هريدي، ده هو اللي حبني وما بقاش يستغنى عني. مش قادر يستغنى عنك ولا مش قادر يستغنى عن البودره اللي عودتيه عليها؟ ابدا، ده هو اللي كان بيديني فلوس اجيبها له، اصلها كانت بتشد عصبه. انا الكلام ده مش داخل عليا، ده رغام. نعمين يا معلمه. شفتها كم مره واقفه مع مين؟ كذا مره واقفه مع المعلم ابو نواس. اللي بينك وبين المعلم ابو نواس؟ ابدا، اصل انت مش عارفه، انا عمري ما اشتريت بودره، كنت بدي الفلوس للمعلم ابو نواس استقضاها لي. وحياه امك، كدابه يا بنت، وبين 60 كدابه. علينا احنا الكلام ده يا بنت شمامه، العنطه دي ما تخش علينا، اتكلمي. ورحمه اخويا لو ما قلت مين لكم فرغت 9 طلقات دول في دماغي. ابو سيدك يا ست ورده، انا ماليش ذنب. امال مين اللي انت عارفه يا بنت؟ لو قلتي لي على الحقيقه هنتشلك من الوسخه اللي انت عايشه فيها دي، وهشغلك كمان معايا وهديكي 1000 جنيه في الشهر. كلمي يا بنت. ما اقدرش اتكلم. ما تقدريش تكلمي يا روح امك، تبقى انت اللي عايزه تموتي. ابعد عنها يا ترغام، ابعد. خلاص يا ست ورده، خلاص خلاص خلاص. ايه؟ خلاص هتكلم. مين؟ المعلم ابو نواس والدكش. ما بيتاجروا في البودره؟ بصراحه انا اللي كنت بشتري البودره، بس انا عايزه اقول لك حاجه تاني. حاجه ايه؟ انا حاسه ان معاهم احد تاني. اللي خلاكي تقولي كده؟ اصل انا لما اتقابلت معاهم في الاول قلت لهم الموضوع ده هيكلفكم كتير، قالوا لي مالكيش دعوه، ما الراجل هو اللي هيدفع. ليه؟ هو مش المعلم هريدي هو اللي كان بيدفع البودره؟
في الاول ما كنتش باخد منه فلوس، لما اتكيف بقى وما قدرش يستغنى بقى هو اللي يديني فلوس وانا اجيبها له. بس لما دخل المستشفى كانوا بيدفعوا كل المصاريف، حتى الفلوس اللي كان بياخدها التمرجي. كان اسمه ايه يعني، المعلم بيومي؟ لا مش المعلم بيومي، انا سمعتهم بينادوا اسم واحد تاني. ايوه اسمه ايه يعني؟ حاجه معقده كده. العقاد؟ ايوه هو ده العقاد. سيبيني امشي، عايز اخد سطر. دماغي دماغي ابوس رجلي، جسمي بياكلني. سيبوني حرام عليكم. طب تعالي تعيشتي. اللي عملتيه في اخويا بنت الكلب. ابوس رجلك. ما تعيشي حرام. اموت اموت حرام عليكي. تعالى ادخل. اه اموريني يا معلمة. خلصنا بنت الكلب ديت، وادفن جدتها في اي حته من غير ما حد ياخد باله. كله هيبقى تمام يا ست. ما قلتليش يا معلم بيومي، انت ايه قولك في كام حته الارض اللي انا قلتلك عليهم دول؟ اجدع حته بتاعه المهندسين دي تطلع لك فيلا اخر قلاده. خلاص على خيره الله، خلينا في المهندسين، سيبك من الحتتين التانيين. انت عندك مهندس يا حاج؟ مهندس منين بقى؟ ما هو البركه فيك يا عم بيومي، تشوف لي الحكايه. خلاص ما تقلقش، استأذن انا بقى. استأذن ايه؟ راح فين؟ هروح اتغدى. تروح دلوقتي؟ تخاف في المدام ولا ايه؟ ولا طبخها وحشك؟ قولي هي طبخلك ايه النهارده؟ يا عم هو انا بشوفها غير اخر الليل. الله الله خلاص يبقى نتغدى سوا النهارده بقى. لا معلش عافيني انا المره دي. عافيك ايه؟ ما انت بتقول ما بتشوفهاش غير اخر الليل، هناكل انا وانت سوا عندي في البيت. بيت ايه؟ لا طب نبعت نجيب اي اكل من محل او نروح احنا ناكل في محل. ده اسمه كلام، اكل محل يعني اكل محلات ولا اكل البيت؟ انا بقول يعني يمكن مش عاملين حسابهم ورايحين احنا كده على فجأة. صلى على النبي، خير ربنا كتير، البيت جاهز دايما للضيوف. اه حاجة. ايوه راجع الغدا اهو. ده انا حتى معايا الراجل المعلم بيومي الجامد. الحاجة بتقول لك تآنس وتشرف، عندنا شوية عصبان يستاهلوا بقك. سامي وامسك ده يا عم الحاج. ايه ده؟ بسبوسة وكنافة؟ والله ما في مطرح في بطني بعد الأكلة الممكن اللي احنا كناها دي يا حاج. يا عم صلى على النبي وكل، وبعدين ابقى احبس بالشاي. ما حدش واخد منها حاجة يا عم الحاج. والله رأيك؟ ما حدش واخد منها حاجة غير السمعة الطيبة. هو أنت ما عندكش حياة يا حاج؟ لا ما عنديش يا حاج. وده اللي مزعلني. يا سبحان الله، ليه عدم مؤاخذه هي الست بتاعتك ما بتخلفش؟ بتخلف، ده حتى كان عندها عيل ومات. اه والله ده انا سمعت كده. امال عدم مؤاخذه هي ما بتحنش عليك ولو بعيل ليه يعني؟ وهي فضيالي يا حاج، قال ايه على طول مشغوله مع اللي ما يتسموا اخواتها. بيني وبينك يا حاج، انا حمدت ربنا ان ربنا خد واحد فيهم، ولو انه كان الطيب ما فضلش غير اللي ما يتسمى الابليس ده. الابليس؟ اكيد قصدك على الواد سالم. هو بعينه الاكيد. الواد ده طول عمري انا ما بطيقوش. انا ما كنتش بشغله عندي غير عشان ابوه بس. ولو ان بيني وبينك انا سامع والعياذ بالله انه شغال في الصنف وشابك اخته معاه، وانا خايف لا يوديها في داهيه. اسكت يا حاج اسكت، انا متجوزها بالاسم بس. اعوذ بالله، يعني ايه بالاسم بس؟ يعني كل ليله ترجع لي مهدوده اخر الليل ومش عايزه تخلف. وانا عارف هي مش عايزه تخلف ليه. ليه يا عمنا؟ خايفه يا سيدي، خايفه للخلفه تشغلها عن شغلها مع اخواتها. انا خايف الكلام ده يشغلك عن البسبوسه وما تاكلش. كل يا عمنا كل. ما انا قلت لك يا حاج مفيش مكان من بعد الاكله المكن اللي كلناها. يا عم صلى على النبي وحلي مع الشاي. انا اصل عندي كلمتين عايز اقولهم لك. على فكره يعني الواد اخوها ده لو جات له مصيبه خدته هتتحل كل مشاكلك. اول هم مش هيشتغل في الصنف، عشان كده مراتك مش هتشتغل معاه، هتفضلك. ساعتها لو عوز تجيب منها دسته عيال هجيبهم لك. يا ريت يا حاج، ده انا بدعي ربنا ليل ونهار انه يخلصني منه. طب ما هو بايدك انت تعملها بنفسك. حقيقي يا حاج؟ وفي ثانيه واحده
طب ازاي؟ نورني. قولي الاول، هي مراتك تعرف ان في شغل بيني وبينك؟ لا 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 لا، ولا تعرف حاجه. هي كل اللي يهمها بس هات فلوس هات فلوس هات فلوس. ليه؟ هي مش بتكسب من ورا تجاره الصمت مع اخوها؟ الواد بيلهف كل المكسب ومضيعه على المسخره. انا سمعت ان هو مصاحب واحده رقاصه بيصرف عليها دم قلبه، وسمعت كمان انهم طلعوا عليها وشوهوها وهي راقده في المستشفى. اعوذ بالله. تلاقيه هو اللي كرر عليها العلام الصيعه دي. حاكم الواد ده طول عمره رمه. انما ما قلتليش يا حاج اخلص منه ازاي. اقول لك يا عم الحاج، وبعدين يا سالم هنسيب الدكشه ونواس بعد اللي عرفناه؟ عايزه تعملي ايه؟ ننتقم لاخوك هريدي. انت مش خلصت على البت يا ورده؟ البت مش كفايه، هم اللي وزوها عليه. بقول لك ايه يا اختي، من الاخر كده، لو عايزه تنتقمي يبقى ننتقم من الراس الكبير العقد ذات نفسه. انت مش قلتي لي ان هو اللي خطط ودفع الفلوس؟ يبقى هو اللي حاسب على الطلبات. نخلص الاول على الرجاله بتاعته، ولما تيجي الفرصه نخلص منه هو كمان. موافق يا اختي، بس انا من رايي نستنى شويه. البنت سمره لسه ريحتها فايحه، مش ورا بعض يا اختي، دول بني ادمين مش فراخ. انتقم لك يا ريدي يا اخويا. قول لي بقى، هو عنده كام شقة؟ اللي اعرفه سعادتك ان هما كانوا ثلاث شقق، واحدة لمؤاخذة في كوم السمن، واتنين في الزمالك، بينهم واحدة كان واخدها المعلم برعي لمراته وردة لما اتجوزها. والمعلم برعي مش كان بيتاجر في المخدرات؟ الشهادة لله يا باشا سعادتك، انا ما اعرفش بالظبط يعني. انا كل اللي اعرفه انه كان متجوز المعلمة وردة، وبعدين لمؤاخذة لما دخل السجن وعرفت انه كان بيتاجر في المخدرات طلقته، وبعد كده اتجوزت المعلم بيومي. وده تاجر مخدرات برضو؟ لا لا يا باشا سعادتك، المعلم بيومي لا، ده مقاول كبير يا باشا، ملوش في الكار ده خالص. طب اقعد يا شعبان اقعد. ماشي يا باشا، طب سعادتك. ما يمكن بيشتغل مع سالم من تحت لتحت؟ لا 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 يا باشا لا لا. ومالك متاكد قوي كده ليه؟ انا عارف يا باشا سعادتك، انا عارف. طب سيبنا بقى من الموضوع ده. تعرف سالم بيخبي المخدرات فين؟ شقه الزمالك يا باشا سعادتك، الشقه اللي لمؤاخذه كان واخدها عشان يشوف فيها مزاجه. انت رحت الشقه دي؟ اه طبعا يا باشا. ايه اللي رحتها؟ رحتها كتير قوي سعادتك، انا كنت بخدم عليه فيها، خصوصا لما يجي له ضيوف او حد من اصحابه. قول لي يا شعبان، شفت المخدرات في قلب الشقه دي؟ طبعا يا باشا شفتها. ايه اللي شفتها سعادتك؟ ده كل يوم الصبح لازم يروح الشقه عشان يجيب لوازمه من هناك لمؤاخذه عشان يدور الدولاب. يدور الدولاب؟ قلت لي بيروح الصبح الساعه كام؟ على فين يا سالم؟ وده ايه ده بقى؟ الله، ده صنف مفتخر قوي. انزل يا معلم.